رمضان يا حبيب. السلام عليكم على كل مشوفونا، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. النهارده فيديو تحدي كسل وتشجيع وتنظيف وكده وترتيب قبل العيد بقى على طول، عشان تبقى تنظيفة العيد ان شاء الله. يعني بصوا شوفوا، احنا طلع عينينا في تنظيفات رمضان، ولكن العاصفة والتراب والبهدلة بهدلت الدنيا تاني، فان شاء الله احنا هنرتبها بقى سريع لان الدنيا كلها تراب. هنا عندي البلكون اول حاجة هعمل فيها عشان انضفها واخرج بقى السجاد فيها، اخرج اي حاجة. فانا جايبة معايا المية اهو عشان امسحها والم الغسيل الاول، الغسيل ده كنت نشرها بعد السحور، هبتدي المه هو نشف خلاص تمام. هلمه عشان نغسل على ايه؟ على نظافه بقى، عشان نجيب ميه وكده. طبعا معايا النهارده دعاء بتساعدني، في ياسمين وهبه، فنشطب كده على طول سريعا. احنا صايمين لمينا الغسيله اهو، هندخله بقى جوه. لا احنا لا نعمل، اصبر انا هعمل السور، نغسل السور كده مع الارضيه، وهتبقى مرتاحه يا دعاء. اتربه اتربه خالص. بصوا يا جماعه، خلاص نفضنا البلكونه ومسحناها. بصوا شدينا بقى خلاص الميه، وبالمنفضه طلعت بقى السجاد هنا بتاع الغرفه اللونيه. طبعا هو بس شويه اتربه لانه طبعا مغسول ومفروش وكده، بس نفضته. وهنا البطانيه تمام، فعشان كده بمسح البقايا عشان اي حاجه هتطلعها تبقى على النظافه. ندخل بقى نعمل الغرفه الاولى. هنا بقى الغرفة اللي خاصة بالبلكونة، اول حاجة بغير هنا السرير، انفض السرير واغير الملايات. خلايا بقى يا دعاء يلا معايا بسرعة. دلوقتي انا مش لاقية هنا عندنا المحلات قافلة، وانا عايزة ملمع زجاج ولمع خشب، فعملته دلوقتي في البيت. ده ملمع الزجاج، دعاء هتلمع دلوقتي، وده ملمع خشب. ملمع الخشب انا بحط زيت زيتون وعليه خل او ليمون، ده الملمع السريع. ودي ملمع الزجاج يا جماعة، حطيت هنا خل وشوية بريل بتاع مواعين يعني، وحطيت كحول وكمان برفان، اي برفان موجود عندك تمام، بيلمع ويبقى زي الفل اهو. دعاء طبعا هتلمع دلوقتي، وانا هلمع الخشب عشان نفرش الغرفه ونطوقها بقى، يبقى سريع سريع يعني. انا بستخدم يا جماعه الجرنان، ورق الجرنان في تلميع الزجاج، هو اللي بينفع معايا الصراحه يعني. امسكي واحده كبيره، ورقه كبيره يا دعاء، وامانه بيها طبعا في تطويس، لاني اولادي الله يهديهم ويصلح حالهم مسكوا قبل كده ملمع الخشب وقعدوا يرشوا بيه على الازاز وسابوا الاثر كده موجود يعني. ان شاء الله بعد ما نخلص مش هيبقى فيه اثر ان شاء الله. ينور يا دول، يا تلمع بقى الازاز الموجود. انا اكره حاجه عندي تلميع الازاز، قلت تجري ايه في الدنيا، تطبيق الهدوم وتلميع الازاز، دي اكره حاجه بكرهها في البيت يعني. يمكن المواعين بحبها. نعم. والمشكله اللي انا عندي مرايات كتيره جدا في البيت. ليه يا جماعه؟ كفايه مرايه واحده بس، ده دي في الغرفه. بقى عندي الالومنتال بره كتير جدا، فكفايه مرايه واحده يعني، انصحكم يعني كفايه مرايه واحده في البيت. بصوا هنا الازاز، دعاء لمته وخلته زي الفل بصراحه. دلوقتي بقى جبتنا الميه وحطيت فيها كلوريكس 5 في 1، هو يكفي بقى، هو ملمع معقم ومعطر وكل حاجه. ودعاء دلوقتي بنمسح عشان نطور الاوضه سريعا، وبعد كده نخرج منها بقى عشان ندخل الفرش ونبقى خلصنا من حاجه. دي التنظيفات السريعه بقى. خلصناها كده مسح، طبعا هننشفها سريعا عشان ندخل بقى السجاد، لان هو مش محتاج يعني فاهميني، بس دي مسحه سريعه، فهندخل ونفرش عشان نقفل الاوضه. وبكده اكون خلصت اول غرفه معايا. بجد ما حددتش معانا وقت، لان يا جماعه احنا عاملين التنظيفات العميقه لشهر رمضان، حوائط ورديات، فما بتكون منظفه اول باول بيكون التنظيف سهل وسريع بصراحه يعني. خلاص اهو فرشنا السجاد وحطينا الحاجه، قفلنا. واهم حاجه انا بدات بالغرفه دي يا جماعه لان هنا ركن الصلاه، فكان مهم ان انا خلاص الاول بحيث لما فرد يجي نقوم مصلين يبقى المكان موجود ونضيف اللي احنا بنصلي فيه. اطفي كده الانوار والاجواء الجميله. ده ركن الصلاه اللي كنا عملناه، طبعا انا شلت منه شويه حاجات زي ما انتوا قلتوا لي وخدت بنصيحتكم يعني. رفعت هنا الحامل فوق تمام، وخليها بس هنا الفانوس طبعا، ده فيه المفكره وفيه كل حاجه بقعد اكتب فيها لما بصلي، وهو بينور برده. بس خليت الفرع ده كده هنا بس الجامد. يلا اقفل بقى الاوضه، هي خلاص اتعطرت وبقت زي الفل.